تتجدد أفراح الكويت، وهذه من المناسبات التي تثير السعادة والغبطة لدى الشعب الكويتي جميعا. ونحن بحمد الله مسرورين بأن يعني الأمم المتحدة أكبر منظمة عالمية بحمد الله ومؤسسة تسدي هذا اللقب لصاحب السمو حفظه الله ورعاه عن استحقاق وجدارة الحقيقة ونتيجة الأعمال الخيرية التي قام بها سموه، وهذا أمر يشرف جميع أبناء الوطن، ونحن مسرورين لتجدد هذه الذكرى.